أهلا بكم، صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الملتقى المعماري الثاني، مجموعة من الشباب اللي متخصصين في الهندسة المعمارية بيشتغلوا مع بعض لإبراز ملامح معمارية للعاصمة عمان والحديث بشؤون معمارية مختلفة. كان عندهم الملتقى الأول والآن هو الملتقى الثاني. رح نتعرف إن شاء الله من ضيوفنا الشباب المهندسين المعماريين على هذا الملتقى. برحب أولا بعمر شوشاري، أهلا وسهلا فيك. أهلا من وسهلا الملتقى فيك. ومنسق يعني هيك حسيتك منسق العام. منسق العام للملتقى، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. داليا جديع، أهلا وسهلا فيك داليا. انت الوحيده اللي مش متخرجه بيناتهم هندسه معماريه، ولكن مروه جلاد من الصبايا كمان هندسه معماريه، خريجه هندسه معماريه، اهلا وسهلا فيكم. بدي ابلش مع عمر، كونك المنسق واللي يعني بترتب معظم فعاليات هذا الملتقى. نحكي عن الملتقى الاول، يعني ملامح الملتقى الاول، واكيد في شيء شجعكم لتبلشوا تحضروا لملتقى ثاني. كيف كانت الفكره وكيف ولدت الفكره عندكم؟ هلا نحن بدانا بالملتقى المعماري ككل كمشروع بعام 2009، تمام، من 5 سنوات صرنا نعمل ندوات علميه، جولات معماريه. كان الهدف ان احنا نعمل ربط ما بين اصحاب المهنه والمتمرسين واصحاب التجربه، ما بين طلبه الهندسه المعماريه في مختلف الجامعات، فانه عم نعمل ما بين صاحب التجربه وما بين اللي بيحتاج هاي التجربه ليسمعها. تمام. كنا نجمعهم بندوات بشارع الجامعه باي مكان بعمان. صرنا نعمل بعدين معارض لحتى نقدم مشاريع الطلبه بالجامعات المختلفه ضمن معارض يحضروها كمان. كثير حلو. مجموعه كثير كبيره من المعماريين المهمين عندنا، لانه احنا عندنا بالاردن معروفه جدا على مستوى العماره على مستوى الوطن العربي، وفي عندنا اركيتكتس ومعماريين وصلوا لمرحله كثير كبيره، في اسماء صارت مهمه. نعم، في عندنا اسماء مهمه جدا احنا بنفتخر فيها كمهندسين جدد بالاردن. فبدأ لنا الملتقى بال 2009، قدمنا مجموعة من الجولات المعمارية، وبعدين صار في عنا أكثر من محور، محور بيهتم بمناقشة مشاريع الطلاب، كون إنه الطلبة بضلوا يشتغلوا طول الفصل مثلا بيقدموا مشروع بالأخير على قطعة أرض، بيكون واقعي، فصرنا نقدم مبادرات جوري ومناقشة، مجموعة كبيرة من المعماريين بناقشوا هدول الطلاب ضمن مبادرة بنقدمها بالربيع، وكانت آخر مرة قدمناها فيها بالربيع تحت رعاية معالي أمين عمان، قدم لنا كل الدعم وقتها. تمام. في عندنا بعدين صرنا نفكر بدنا نقدم شيء اسمه ليالي الملتقى. أيوه، هلا صار شيء جديد، أنتم دخلتوا بمرحلة جديدة فيها موسيقى، فيها حديث عن مفاهيم جديدة أو خلينا نقول غامضة عند المجتمع بالفن المعماري، عم ترجعوا للتاريخ، عم تحكوا عن الشيء المعاصر، عم تحكوا عن مدن، عن مدينة مثل عمان، فهذه التفاصيل ممكن أدخل طبعا مع الصبايا نحكي فيها. مثلا نحكي داليا، لو تقدري تحكي لنا أكثر عن هالتفاصيل عم تشتغلوا عليها بالليالي الملتقى، خصوصا بالجزء الثاني إذا نقدر نسميها، لأنه هي عبارة عن موسم ثاني صارت. هلأ بداية الموسم الأول كان محتوى كبير، بس ممكن كان على نطاق ضيق، او ممكن الناس مش كلها كانت تعرفه. هلا نحن بعد المبادره الاولى اللي هو جوري تور داي، صار في عنا كثير ناس عم تتعرف علينا، طلاب اكثر عم بيحبوا الاشياء اللي نحن بنقدمها، لانه هي اصلا عدا انها بتفيد عمان، ونحن بنوجه الطلاب اكثر لعمان، لانه يمكن اخر فتره صار الناس شوي تبعد عن عمان القديمه، فنحن حبينا نرجعهم شوي، لانه نحن اصلا تاريخنا هيك بالضبط، نحن العماره بتحكي اصلا تاريخ عدا قبل تاريخ وحضارة، يعني قبل ما تصير معاصرة طبعا. يعني أتوقع المعماري لازم يغوص كثير بالتاريخ حتى يعرف خلينا نكهة المدينة، الأسلوب، ثيمة المدينة. يعني وإحنا مرات نتضايق لما نشوف في عمارة هيك طالعة غريبة عن عمان، يعني وأنتم كمعماريين أنا متأكدة إنكم تتضايقوا وتشوفوا الروح العمانية مش موجودة بهاي العمارة، بده هيك المنظر العام بيكون مؤلم أو مزعج أحيانا، خاصة العمارة فن. يعني إحنا إذا بدنا نعتبر أن السينما الفن السابع، فالعمارة طبعاً وين موقعها؟ طبعاً العمارة هي أحد أهم الفنون اللي عم بتقدم للناس ارتباط وثيق بالمكان. احنا صرنا بدنا زي بدنا نقدم للناس فيديو بليالي الملتقى، عم نربط لهم الموسيقى بالمكان. حلو. كيف نكتشف عمان، كيف نقدم لهم ندوات معمارية عن أشياء بتهمهم. والله هذا جهد كتير كبير. مروة كيف عملتوا؟ أنتوا شباب صغار يعني ومتخرجين بجوز جديد، همكم بجوز الوظيفة والشغل وكل هاي التفاصيل، هذا جهد بده تعب، يعني كيف قدرتوا انه توصل لمرحلة ان تعملوا ليالي ومسيات موسيقية وكل هاي التفاصيل؟ اكيد. هلا نحن اول شيء طرحنا ليالي الموسم الاول بسنة 2013،
هي اللي كان الهدف منها انه نربط نعمل ندوات حواريه يعني بمكان سبيس اوتسايد يعني بمكان خارج. فهي الهدف منها انه نربط العماره بالمكان بعمان كمان بالفنون الاخرى. طبعا العماره يعني البعض بيعتبرها هي ام الفنون، ف يعني كيف نربطها مع الفنون الثانيه. فطرحنا فكره الليالي الاولى كانت عباره عن ندوه وحفل موسيقي. تمام. وهي السنه كمان بما انه كانت الليالي الاولى ناجحه وكان في عليها اقبال كثير، طرحنا ليالي الملتقى 2. طبعا بلشنا شغل من 4 أشهر تقريبا عم نحضر البرنامج تبعنا. مش قليل الوقت اللي اخذتوه كمان. تنسيق تنسيق بدها تنسيق مع ناس كثير، بدها تنسيق مع الاماكن، بدنا نشوف وين الاماكن اللي بتسترعي انتباه المعماريين، بتسترعي انتباه الطلاب، نركز عليها ونركز على اماكن عمان كمان. تمام. فطلعنا بالليالي الملتقى 2 اللي هي حتصير قريبا. انتو يوم السبت اتوقع السبت القادم بدايه انطلاق الليالي. نعم. حتكون اكيد عباره عن كمان ندوات حواريه تهدف متخصصه بالفن المعماري اكيد، وبالاضافه لفنون اخرى، رسم، بورتريه، غناء. مروه، في مفاهيم انتو حابين توصلوها للناس اللي بتحضر؟ مثلا انا لفت انتباهي فكره النزل، النزل في 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 العاصمه عمان وغيرها من المفاهيم القديمه اللي بتميز العاصمه عمان. شو هي اهم المفاهيم اللي راح تطرحوها بهذا الملتقى؟ هلا عمان بتحت فيها كثير اشياء، يعني ممكن اشياء بتغيب عن بال اي حدا بيكون انه بينزل، ممكن ننزل نحن، بس هلا زي ما انت قلتي اول شيء في روح بعمان طبعاً. اي حدا بينزل مثلا على عمان القديمه بحس بهذا الشيء. فهلا نحن بدنا نعزز هاي المفاهيم، انه اول شيء في عندك النزل، هي عباره عن اماكن بسيطه. نزل يعني زي كيف زمان كانوا ما في عندهم هالاوتيلات الخمس نجوم وهيك، استراحه بسيطه متواضعه، استراحة بسيطة يعني ممكن غرف تكون بسيطه. حابين نعزز هذا الشيء، نقول لهم انه عمان امان، انه نحن لسه بامان، يعني أوكي. هذا المكان بتقدر تقعد فيه، انت جاي من محافظه ثانيه ما في مشكله، انه ما يعني الوقت بايدك. أوكي. بدك في مكان تقدر في تقعد ما يسمى فيه. بالنزل يعني انتم زي كانكم كتعيدوا احياء هاي الفكره عمر، يعني مره ثانيه تخلي الشخص اللي بينزل بالليالي ملتقى من السبت للاثنين ينزل باوتيل، ينزل بهذا النزل اللي احنا دورنا لهم على اكثر من اماكن لنشجعهم على فكره انهم يناموا بالبلد بوسط البلد. خليهم ينزلوا يروحوا على المقاهي، على البازارات، على الاسواق القديمه. نحن من 7 سنين لهلا، من وقت يعني بدينا نعرف عمان بالمراهقه، نحن مقصرين شبح حق عمان القديمه كلنا اكيد صرنا نعرف عنها اكثر. فلقينا انه مهما احنا قرانا عنها، مهما رحنا عليها مش حتخلص، في اشياء جديده بتم اكتشافها كل مره. نحن بالجوري وكنا يعني احنا بالنسبه لنا هارد وركرز، انه كثير عم نشتغل لدرجه انه حاليا 3 الصبح ل 4 الصبح كل عم نشتغل، بنصحى 7 بنروح على الشغل. كمعماريين بتشوفوا انه الشيء المعاصر اللي عم بيصير بالعاصمه عمان بيشبه روحها بامانه؟ انتم كمعماريين بدي اشوف راي مروه مثلا. هلا صراحه المشاريع الجديده شوي عم تبعد عن روح عمان، يعني عم نلاقي كمان عم نسوي مشاريع جديده عم يعني عم تسحب الناس من عمان القديمه. بدل ما يعني نهتم بعمان نفسها نطورها اكثر، عم نسحبهم على اماكن ثانيه. فهي الكونسبت اللي نحن عم نحاول نرجع الناس على عمان. فاحنا عم نرجع خاصه نحن عم نركز على الطلبه، على المهندسين، على المعماريين، الشباب الصغار، بنرجعهم على راس العين، بنرجعهم على وسط البلد، على جبل عمان. هاي كلها مواضيع رح تناقشوها، وسط البلد، راس العين، يعني كلها هاي المواضيع موجوده عندكم بالملتقى. طبعا مره كمان عملنا هاشتاج على الفيسبوك، اطول هاشتاج نزلنا عليه كل الزواريب الصغيره والتفاصيل الصغيره ممكن يشوفوها بليالي الملتقى. من اكبر مطعم لاصغر، في يعني زي جوله ميدانيه للضيوف الملتقى الليالي، او يعني في اماكن مختلفه رح تاخذوهم عليها؟ لا، بحد ذاته برنامج ليالي الملتقى هو جوله، يعني نحن عاملين على 3 ايام. كل يوم بمكان، وكل كل مكان بيحمل طابع جديد، بيحمل لغة جديدة. هاي الاماكن يعني هلا نحن عاملين بورتري، هلا البورتري حيكون في مكان بدائرة الفنون. بورتري اللي يعني رسم وجوه بالزبط. حيكون في رسام معاكم، في عندنا اكثر من 15 طالب موهوبين من الجامعات المختلفة. رسوماتهم فظيعة، احنا يمكن انعرضت هون وحده من الرسومات. كنا بجوز احنا خلال الحديث كان عم بعرض زميلنا المخرج، ومعنا كمان طالبين مو عمارة لساتهم بالمدرسة، تفاجأنا كثير انه عم بيعملوا هيك شيء.
رسومات ويجي رسومات بشكل ما شاء الله فظيعة جدا. ممتاز. في عنا مواهب بالموسيقى، مواهب بالعزف، بمواهب بكثير بالتمثيل برضه. روعة. فاحنا بنحاول انه هو زي ما قلت لك، لا المنطقه تكون عباره عن فيلم فيديو ما بين الموسيقى ما بين الرسم ما بين هلكم دهشة، انه انتم بتقولوا عن حالكم فنانين، فاعتقد انه راح تكونوا مبسوطين يكون في موسيقى ويكون في رسم. في فيديو معنا خلينا نشوفه مع بعض. من تدريبات التدريبات تبع الملتقى معنا ثلاث مواهب هلا ان شاء الله بيعجبكم. هلا بنشوفه. يعني هاي الألحان الحلوة والموسيقى الجميلة رح تكون موجودة متوفرة في ليالي ملتقى الملتقى المعماري الثاني. الشباب اللي بغنوا معماريين باستثناء عازف العود، هو عازف عود يعني باقي الطواقم معماريين طبعا. فنانين يعني انتوا في من ضمنكم مطربين ورسامين وكل اشكال. فريق العمل عندنا اكثر من 20 شخص يعني. احنا اذا ما خانتنا الذاكره يعني في ناس معنا من سنتين من ثلاث سنين من فتره طويله. وما بعرف يعني اذا بنحب نذكر اسماء هيك بسيطه اذا يعني اذا اهمهم ما بياخذ وقت مش غلط. بنوجه لهم تحيه لحازم، لساره، لليث، لصالح وتغريده اللي كانوا معنا بالفيديو. تمام. مجموعة تعبوا عم بتعبوا معنا. لهيك احنا بنحب دائما نظهر مع بعض بال مروة انتم مين معنيين يعني يكون موجود بالملتقى؟ الدعوة لمين؟ مين انتم مهتمين انكم تعزموا على هذا؟ هلا بالنسبة للملتقى هي مفتوحة للجميع. لأنه في أكثر من شيء، حتى لو أنت ما كنتي شخص معماري أنت مهتمة بالغناء بالرسم. بإني أعرف معلومة أكثر يعني عن العمارة في عمان مثلا. بالضبط. حتى لو ناقشنا مشروع معين من جهة معمارية، أنت حتى كمتلقي مهتم أنك تعرفي مدينتك كيف عم تتطور، ليش هيك صار فيها، شو المشروع الجديد اللي ممكن يصير. كمان بهمنا طبعا يعني الدعوة تبعنا طلاب العمارة أكيد. طلاب العمارة بالدرجة الأولى. داليا يعني حابة أعرف منك بالضبط أماكن يعني تواجدكم خلال فترة يوم السبت والأحد والاثنين. هلا ان شاء الله اللي بده يتواصل معاكم كيف يتواصل كيف يحضركم؟ نحن عاملين تقريبا زي ثورة على الفيسبوك على موقع انه بقول لك اطول هاشتاج في عاملين انه مشان التواصل، مشان انه اي حدا بيقدر يتواصل معنا، بس انه مجرد ما يفوت على الايفنت بيعرف كل شيء. هلا مثل ما حكيت لك انه حتكون برنامج الليالي هو عبارة عن جولة بالبلد. رح نروح رح نكون بدارة الفنون مشان البورتري. تمام. رح نعمل مثل ندوة أو لقاء مع أحد المعماريين عن عمان، رح يحكي عن عمان. هي حتكون الندوة عبارة عن ثقافية معمارية يعني. اللي بحب يحضر ممكن ياخد الشيء الحلو فيها، أنه هي حتكون عن حياة عمان، حضارة عمان، كيف عمان، كيف رح تصير عمان، كيف نحن بدنا نشوفها. أوكي. فحتكون كتير حلوة. وفي عنا حفل الإطلاق رح يكون ب ساحة قاعة المدينة. ساحة قاعة المدينة. والختام رح يكون بمتحف الأردن. تمام. أماكن جميلة، كلها أماكن جميلة. واللي بحب إنه يزوركم يعني ممكن إنه الملتقى المعماري. الملتقى المعماري يعني على الفيسبوك مثلا بالعربي. أو ليالي الملتقى. أو ليالي الملتقى. تمام. أنا بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا محمد. إيه عمر. دائما اليوم محمد هيك الاسم دائما على بالي. وشكرا داليا ومروة، بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. وانا مهتمه جدا اني احضركم في ليالي ملتقى العمل. اول المدعوين. شكرا جزيلا على الفرصه هاي لحتى نطلع ونحكي اكثر. شكرا يا عمر. شكرا لك. شكرا جزيلا. ومشاهدينا بعد فاصل صغير بنرجع لكم نتابع بقيه فقراتنا. خليكم معنا.